السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الفيديو ديال اليوم الحادقات غادي نوريكم الطريقه اللي تنحشي بها التمر ديالي اما للضيوف في شهر رمضان المبارك اولا لمناسبات اخرى بحال دخلات الحج، دخلات العمره، تركاب الخواتم، خطوبه الى اخره. ولكن انا غادي نوريها لكم دابا باش الا بغيتو ديروها في رمضان، ولكن هما راه الطرق ممكن يداروا في اي مناسبه. اذا ندوزو مباشره، تنجيب التمر ديالي النوع اللي بغيت. انا تنفضلو هذا المتوسط الحجم باش ما يجيش كبير بزاف هذا الشكل. بطبيعه الحال تنغسلو مزيان، انا التمر ديما تنغسلو، هذا راه مغسول مزيان وممسوح. تنجيب التمره ديالي هكايا، تنحيد لها هاد الراس ديالها، تنقسمها بحال هكا حيت تنعرف نجبد هاد العظم اللي لداخل. هيا بهاد الشكل. من بعد تنجيب شويه ديال الماء الزهر هنايا، تنمسحها من الداخل مزيان ومن على برا بماء الزهر باش تجي فيها ديك النسمه ديال الماء الزهر بهذا الشكل هذا. انا عندي هذا التمر اللي هنا راه كله درت له نفس العمليه ما نضيعش الوقت. اذا تجي عندي التمره ديالي بهذا الشكل. وممكن اول طريقه اللي هي سهله بزاف، تنجيب اللوز وتنحط فيها هكا ثلاثه ديال اللوزات، اولا ممكن القرقاع. القرقاع بالنسبه للاخوات العربيات اللي هو الجوز، تنديروها بهذا الشكل هذا. هذه طريقه راها سهله. عندي واحد التمر اخر اللي هو تيكون من هذا النوع، هذا التمر تيكون في الخليج اغلب شيء. شو انا اليوم تنوريكم حنتي، ها شوف تنحير عليكم بحنتي، راه حنيت بوحدي. ها اللي بغات تحني تدفع العربون تنضحك معكم ونكمل. انا عندي هذا التمر هذا راه تيكون متواجد في الخليج بشكل كبير، حتى هو نفس العمليه، تنديروا له شويه نتاع الزهر. عندي هادو تندير له واحد العمليه زويونه، تنجيب مثلا لوزه بحال هكا تنديرها فيه وتنعاود نرجع نسدو، وتنجيب العسل. ها هو كتشوفوا عندي هنا العسل، تندهن التمره ديالي بالعسل مزيان. من بعد العسل تنجيبها تندوزها في الشنجلان على هذا الشكل هذا، تندوز تنديرها هاد الوريقة ديالها هي تجي بهاد الشكل بحال هذا. انا راني دايره بزاف د الاشكال بحال هنايا، نفس الشيء راني درتها في اللوزه ودا درت عليها حبه حلاوه او حبه البركه، هذا تيجي زوين وصحي، ما تحسيش بديك حبه حلاوه. ها هي نوريكم حتى هي من الداخل انا دايره فيها لوز بهذا الشكل هذا. وعندي هنايا هاد الشكل حتى هو نفسه تندهنو بالعسل، تندير فيه الورد، تيجي غزال هذه الفكره هذه. عرفتوا الورد اللي حنا تنقطروه تنديروا به قطر الورد، هو هذا الورد هذا، ها هو الورد المجفف، ها هو يبان لكم. تنعمرها بداك الورد لان الورد راه تيتكل فيه شي حاجه، تنعمرها بالورد ومن على برا تنعاود ندير عليها شويه الورد المجفف وتتجاد التمره بالنكهه ديال الورد. بالنسبه هادو بديت لكم بهاد الموديلات اللي هما ساهلين. تندوزو لشكل اخر اللي هو ممكن نعمروه بالعقدات اللوز. هادي العقدات اللوز، اللوز مطحون مع السكر، شويه ديال المسكه، شويه ديال الزهر، صافي. اللي بغى يزيد شويه الزبده، وكان بالنسبه هذا حيت يبقى خضر ما تنحتاجش ندير فيه الزبده. وهنا دايره الملون بطبيعه الحال، هنا دايره الاحمر وهنا دايره الخضر. هادي راه طريقه سهله، هذا اغلبيه بحال دابا في المناسبات فاش تنديروا التمر والحليب في الباب ديال القاعه تنديروا هذا الشكل هذا، لانه ما تيشدش اليد بزاف سهل. فاحنا تنجيبوا السكر، تنجيبوا هذه العقده ديالنا تنديروها في السكر مزيان، تنجيبوا التمره اللي غادي نديروا فيها بحال هكا، تنحلوها مزيان تنديروا فيها
العقدة ديالنا بهاد الشكل هذا، وتنجيبو هاد النقاش هذا وكلشي تيعرفو، تنجيو لهنا وتنبداو تنديرو هكا. تجي التمرة بهاد الشكل هذا. الأغلبية قلت لك في باب القاعة تيجي ساهل لأنه ما تيشدش اليد بزاف. ها هو هاد الموديل هذا. غادي ندوز نوريكم موديل آخر باللون الأحمر. تتبقى بطبيعة الحال نتوما تتفننوا كيف بغيتوا. نعاود نجيب هاد الأحمر. وتنجيب هاد نزيدو شوية سكر في الوجه بحال هكا. تنجيب هذا ديالي قبيلة درت خطوط مائلة، دابا تندير بحال مثلثات من هاد الجهة ومن هاد الجهة. شوف هاد الشكل هذا، هادو راه ساهلين الا ما بغيتوش ديروهم هكا. هادو نوريكم شكلات اخرين. غادي ندوز دابا غادي نوريكم مثلا هادي غنعمرهم بعدا، وعاد غادي ندوزو للتزيين ديالها. قطعة واحدة هاد الشكل هذا، حيدا ليا هادو من الطريق. السنجلان سالينا منو، السكر سالينا منو، العسل لا مازال غنحتاجوه. حيدو هادي، تنجيب هاد المرشمات ديالي هاد الشكل، تنقش سالينا بيه اي فوالا. وتنجيب عندي عجينة السكر، ها هي انا طلقاها بالشكل اللي كنت وريتو لكم من قبل، جوج ديال البلاستيكات. تنجيبوها بهاد الشكل. غادي نبدا باول شكل اللي هو الوردة. نجيب واحد شويه ديال عجينه السكر، هي عندي هنا الكابين، يدي شويه باش ترطب. ناخذ واحد الكميه صغيره، تناخذ هذا المولد السيليكون، هذا راه متواجد عند المحلات اللي تيديروا داك الشيء الحلويات. تنضغط على العجين بهذا الشكل هذا، تنحصل على الورده. سمحوا لي راه تنهز يدي تنسى بهذا الشكل. ومني تنديرها تنجي لهنا، بزاف تيديروها ما تتبغيش تخرج لهم، ديما نديروها وهاد اللي الفوق تنحاولوا نشكلو هكا شتي باش تعطينا. هادي تنشدو منها تتعاوننا باش نخرجوا الورده. ها هي الورده ديالنا. تنجيبو هاد التمره ديالنا، تنديرو بالموس واحد الفجوة، تنحطوها. تنجيبو هاد المرشم ديالنا نتاع الورقة، تناخد عجينة السكر اللي باللون الأخضر، تسقاتلي شوية ماشي مشكل. تنجيب العسل ديالي، تندير شويه هكايا فوق العقدة اللوز، تنثبت هاد الورقة الأولى، تنعاود نجيب ورقة أخرى، نجيب هاد الشكل، تنعاود ندير شويه نتاع العسل، تنثبت الورقة الثانية ديالي.
هذا الشكل هذا. تنجيب تنجيب الورده ديالي من هذه البلاصه اللي شديت، هي اللي تندخلها في ديك الفجوه، تجي بهذا الشكل هذا. هذا هو الموديل ديال الورده. هذا كيف قلت لكم راه ممكن نديروه في تركاب الخواتم. غادي نجي ونديرو دابا واحد الشكل اخر. غادي ناخدو هاد الوريضات، ها هما هذا بسيط. نديرو ثلاثة ديال الوريضات بحال هادو، تيجيو حتى في الضحية بالنسبة للأخوات اللي حاملات، الله يفكهم على خير. في الضحية تنعرفو حنا التقاليد المغربية ديالنا، الضحية اللي هي الصباح تذبيحة تنديرو التمر والحليب، فممكن نديروهم في الغوز إلا كانت المولودة بنت، ونديروهم في الأزرق الفاتح إلا كان المولود ذكر. نجيب واحد الرويد ديال السناس نخليها هاد الشكل هذا، تنجيب هاد العويد ديال السنان وتنتقبهم هكايا. تنجيب هاد الحجارات تنتبتهم هكايا في كل وريضة. تجيب هاد الشكل هذا، ندوزو لشكل اخر. غادي ناخد هادي اللي فيها العقدة الحمر، غادي ناخد هاد المرشم هذا ديال هاد الوريضة، هدا الوسطاني راه كاين الكبير والصغير، هدا اللي في الوسط. غادي ناخد هاد العجينة السكر تكون بيضة، تجيب هاد الشكل. تاهي تنجيبو هاد الحجارات تنتبتوهم قلب الوردة، تجيب هاد الشكل هذا. المهم هادو كلهم أنا تنوريكم أفكار. الفكرة الأساسية هو أن غادي تجيبو التمر ومن بعد ما غادي تقادوه راه غادي ديروا هاد العقدات اللوز، واللي عندكم هاد المرشمات هادو راه نتوما تتشوفوا الموديلات اللي عندكم وراه تخدموا بهم، ما كاين حتى شي اشكال. تنعاود نجيب هادي عندي وندير بها شكل اخر، ندير دابا بالتمر. غادي ندير هاد الورده الكبيره، نبدا بالورده طبيعة الحال العسل هو الاول. تناخذ ورقه تنحيدوها بهذا الشكل، تلصقوها، تقصلي شوية بهاد العجينة غوص بهاد الشكل هدا. تنجيو لهنا و تناخدو هاد العجينة لي حمرا، تناخدو منها هاد الوريضة هادي، نديروها هنا بهاد الشكل. تنجيبو فين هي، ها هي، تنجيبو أصغر وحدة. ناخذ اللون الابيض وتنثبته بهذا الشكل، تنجيبو عاوتاني هاد عود الاسنان ديالنا، تنديرو هاد الحجار، تجي بهذا الشكل هذا.
حتى تشوفوا هنايا انا خديت هذه درت فيها ورده خضراء في الوسط، غادي نزيدها جوج بويض. هذا الموديل هذا بما ان في شهر رمضان المبارك بزاف ديال الناس تيمشيو للعمره، فاللي عندها شي والده غادي تمشي للعمره ولا شي حد من العائله ممكن يديروا هذه الفكره هذه ديال البيض والخضر. نديرو هكا و كاين شي عجينه زايده برا الاطار ديال هاد الوريضه تنبداو نلصقو ها تجيب هاد الشكل ونفس الفكره تنديرو لها هاد الحجارات. هاد الورقه تقولي لي حسبتو نيشو، وهذا اخر شكل انا درت فيه الوريقات بويض والورده حمراء. بطبيعه الحال هادو راه ممكن نديرو عليهم صقلي الا كانت شي مناسبه، راهم تيجيو زوينين بزاف. دابا تنظم هادو هما الموديلات اللي غادي نوريكم، وبطبيعة الحال كيف قلت من قبل في الفيديو ديال استعدادات لشهر رمضان، هادو راه ممكن تحتفظوا بهم في المجمد، يعني فقط غادي تاخذوا بلاستيك بحال هذا تقطعوه، ومني غادي تكونوا تترتبوه ما ترتبوا كل طبقه وديروا عليها بلاستيك وعاد ترتبوا الطبقه الاخرى، ومن الافضل ترتبوهم في المجمد بلا 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 ورق بلا هاد الوريقات هادو، لانهم في المجمد بالبروده تيفزقوا تيتحلوا بالرطوبه، فخليوا هاد الوريقات حتى الوقت التقديم. انا نحيد عليا هاد الشيء من هنا باش نوريكم الشكل النهائي. الشكل هذا تنجيب الشكيلات ديالي اللي وريتكم هما هادو. نتمنى ان شاء الله تطبقوا هذه الفكره، راه تتعطي منظر. انا دابا غادي يبان لكم ما متناسقش لانني تقريبا دايره لكم من كل موديل وحده، ولكن الا كان الطبق كله من نفس الموديل ولا كان طبق دائري تيترتبوا بشكل حلزوني تيجيو بحال وريضه راه تيعطيو منظر اخر. مهم هذه هي الفكره ديال اليوم، انا غادي نخليكم مع بعض الصور الاطباق التمر المحشي اللي انايا سبق لي ودرتها. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، الا كانت عجبتكم الحنه ديالي راني انا اللي درتها، والا عجبكم ضفاري راني غير مركباهم اليوم كنت معروضه وجيت بهم قلت خليني نصور الفيديو انا دايرهم، ديما تنصور لكم بضفاري ما مصبوغين ما والو. اذا عواش لكم بروكه ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.